بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر جماد الآخر من عام 1445 للهجرة. يقع هنا نقش إسلامي مبكر وقيم، وهو النقش الثاني للمحدث التابعي المدني عطاء ابن أبي عطاء مولى السائب بن يزيد رحمه الله وغفر له. وكنت قد وثقت له نقش تعريفي يقول: أنا عطاء ابن أبي عطاء مولى السائب فقط، لم يذكر يزيد. وهذا النقش أفادنا بأنه السائب ابن يزيد، بأن مولاه اسمه السائب ابن يزيد، وهو ما رجحته في ترجمتي للنقش الأول. ونشكر الأخ مشعل الصاعدي أنه دلنا على هذا النقش النفيس. يقول رحمه الله في نقشه هذا: اللهم اغفر لعطاء ابن أبي عطاء مولى السائب ابن يزيد رحمه الله وغفر له. ولم تذكر المصادر التي اطلعت عليها اسم والده أبو عطاء رحمه الله وغفر له، وابنه هنا المحدث التابعي ذكره. وهذه فائدة نفيسة أن يذكر الناقش نسبه وقد خلت المصادر من ذكر والده، كما في هذا النقش: اللهم اغفر لعطاء ابن أبي عطاء مولى السائب ابن يزيد. عطاء هذا رحمه الله وغفر له محدث من أهل المدينة، سمع من مولاه السائب بن يزيد ومن الصحابي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وروى عنه عكرمة ابن عمار. أما مولاه السائب بن يزيد ابن سعيد بن ثمامة أبو يزيد الكندي المدني ابن أخت نمر يعرفون بذلك، وكان سعيد بن ثمامة حليف لبني عبد شمس. يقول السائب رحمه الله مولى صاحب هذا الخط: حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، وقال: خرجت مع الصبيان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك رضي الله عنه وغفر له. وقال أيضا: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه وجع، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي، ورأيت بين كتفيه خاتم النبوة. هذا مولى عطاء بن أبي عطاء المذكور اسمه هنا على هذه الصخرة. وقد روى أيضا عن عمر وعثمان وخاله العلاء بن الحضرمي وطلحة وحويطب ابن عبد العزة وجماعة، روى عنه إبراهيم بن عبد الله بن قارض والزهري والجعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وابنه عبد الله بن السائب وعبد الرحمن بن حميد ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف. وهذا قد وثقت لأبنائه نقوش في بادية المدينة، ويزيد بن عبد الله وعمر بن عطاء بن أبي الخوار وآخرون. قال أبو معشر السندي عن يوسف بن يعقوب عن السائب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أخطل يوم الفتح، استخرجوه من تحت الأستار فضرب عنقه بين زمزم والمقام، ثم قال: لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا رحمه الله ورضي عنه. قال الهيثم بن عدي وغيره: توفي سنة 80 للهجرة. وقال الواقدي وأبو مسهر وجماعة: توفي سنة 91 وهو ابن 88 سنة. ويروى عن الجعيد بن عبد الرحمن أن وفاته كانت سنة 94 للهجرة رحمهم الله وغفر لهم. هذا هو خط المحدث المدني
عطاء ابن أبي عطاء مولى السائب بن يزيد رحمه الله ورضي عنه. اللهم اغفر لعطاء ابن أبي عطاء مولى السائب ابن يزيد، اللهم آمين، رحمه الله وغفر له.